ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة. ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صديقاتي في قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية والتجميلية والصحية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. الكثير منكم طلب مني وصفة لتنعيم وتمليز الشعر، لذلك في هذا الفيديو سأعطيكم وصفة سحرية أكثر من رائعة وسحرية كما قلت بامتياز، باستعمال الموز المعفن. لن تقوموا برمي الموز المعفن بعد استعمال هذه الوصفة لتنعيم الشعر، هي مجربة مني شخصيا، تعالج التقصف وتعمل ككيراتين طبيعي. سوف تحتاجون كما شاهدتم في الفيديو إلى، وكما قلنا طبعا، إلى موزة معفنة أو فاسدة، يعني لا تصلح للأكل. يمكنكم مضاعفة الكمية، استعمال موزتين حسب طول الشعر إلى ثلاثة كما حسب طول وكثافة الشعر طبعا. ونحتاج إلى الزيت المغربية أو زيت أرغام، هذه الزيت هي رائعة جدا يا بنات، يجب على الكل التوفر عليها، تعطي نعومة وترطيب مضاعف للخصولات وحتى الفروة، حيث أن الشعر ينمو وهو رطب وكذلك ناعم جدا. قمت أنا بشرائها من المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، من إحدى التعاونيات الذي يقومون بصنعها يدويا، وهي فعالة جدا كما قلت. يجب عليكم فقط الانتباه إلى شراء الزيت الخاصة بالتجميل، وتكون مكتوبة عليها كوسميتيك كما تلاحظون، للتأكد من إذا كانت الزيت طبيعية وكذلك إذا كانت صالحة للتجميل، لأن هناك زيت صالحة للتجميل وزيت أرغان أخرى هي للأكل. التي تكون للأكل تكون لونها بني، لأنهم يقومون بتحميص حبة أرغان بعد ذلك يقومون بطحنها. أما الصالحة للتجميل فهي لا يقومون بتحميصها، هي تكون طبيعية بعد استخراجها من الحبة، يقومون بأخذ تلك البذرة ويقومون بطحنها مباشرة. كما تلاحظون هي تكون لونها فاتح بهذا الشكل، حتى أن هناك ترسبات لبقايا الحبة. بهذه الطريقة يمكنكم معرفة إذا كانت طبيعية وإذا كانت بالفعل هي للتجميل. على بركة الله لن أطيل عليكم أكثر، سوف نقوم بتحضير الوصفة. سوف نحتاج إلى مطحنة كهربائية، لأننا سوف نستعمل الموزة بقشرها، وهذا هو السر في هذه الوصفة، لأن قشر الموز رائع جدا في تمليز الشعر وكذلك تنعيمه. بهذه الطريقة سقومون بتقطيع الموز كما قلت بقشره، يمكنكم مضاعفة الكمية حسب طول الشعر وكثافة الشعر. سوف نقوم الآن بطحن الموز، يمكنكم إضافة الزيت معها، سوف أضعها أنا أيضا، ملعقة كبيرة من زيت أرغان أو الزيت المغربية. الآن سوف نقوم بطحنها وسوف أريكم كيف أصبحت. كما تلاحظون أصبحت بهذا الشكل، سوف أقوم بتفريغها في إناء، يجب أن تطحن جيدا حتى تصبح على شكل كريم. كما قلت ضروري أن تقوموا بطحنها بقشر الموز، لأن قشر الموز رائع جدا، يعمل ككيراتين طبيعي للشعر. سوف تجربون هذه الوصفة وسوف
تقومون بإخباري فيما بعد إن شاء الله. أتمنى أن تعجبكم. كما لاحظتم أصبح بهذا الشكل. طريقة الاستعمال لهذه الوصفة: توضع على الفروة وعلى الخصلات وتغلف ببلاستيك غذائي، وتقومون بتركها على الشعر مدة ساعة كاملة أو أكثر من ساعة إلى ساعتين، فهي لا بأس بذلك. كلما طالت المدة كلما أعطتكم تنعيم أكثر وتمليز أكثر. ثم تغسلون بالشامبو العادي والماء الفاتر، أي الدافئ، ليس بارد وليس ساخن. بعدها سوف ترون مدى نعومة شعركم، سوف تعطيكم معالجة كاملة للشعر المتقصف. جربوها صديقاتي لأنها بالفعل سحرية، أنصح بها كل الفتيات التي لديهم شعر متقصف بالصبغات وبالأدوات الحرارية، رائعة جدا، سوف تعالج كل هذه الأنواع من التقصف ومن المشاكل. إذا أعجبكم الفيديو لايك لمزيد من التشجيع، وانشروا الفيديو فيما بينكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كان لديكم أي استفسار عن هذه الوصفة يمكنكم كتابة تعليق مكان التعليقات، وإن شاء الله سوف أجيبكم. وأعتذر إذا لم أجيبكم على كل التعليقات لأنها تكون كثيرة. وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.